السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم في الفيديو النهاردة عن رسم بورتري بالرصاص. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. خليكم على الفيديو. زي ما انتوا شايفين دلوقتي أنا برسم الأوتلاين، رسمت النظارة ورسمت الأنف وبرسم العين والحاجب والحاجب التاني على شكل 8. لو بسطتوا الحاجب هتلاقوا على شكل رقم 8. بحط شوية زخارف في العصابة اللي هو لابسها دي والشعر والأذن وهيكل الرأس طبعا برضو حاجات مبسطة لحد ما أبدأ أضلل بالرصاص هيبان الشكل أكتر إن شاء الله. الأذن بعدين بعمل الرقبة وعمل عليه الجاكيت اللي هو لابسه وبحط التيشيرت وعمل شوية عن ناحية الجفن. دلوقتي ببدأ أظلل، باخد ال اتش بي وعمل تظليل خفيف ناحية بوبو العين أو نني العين. بعدين بال 8 بي ببدأ أو بال 5 بي ببدأ أعمل البؤبؤ، ممكن بال 8 بي ممكن بال 5 بي. بعدين كل ده بقى شغل بال اتش، وبال اتش بي ببدأ أقعد أظلل طبقة أول على الجسم كله على الجاكيت اللي أنا برسمه، وبعمل طبقة أولى خفيفة. بعدين ببدأ أتقل في الأماكن اللي محتاجة تتقل فيها. أهو بعمل طبقة خفيفة ناحية العين وبمسح لما يكون تقل مني الرصاص بمسحه وبعمله تاني بطبقة أخف. زي ما انتوا شايفين الطبقة خفيفة جدا. بعدها بقى ببدأ أعمل طبقة فوقيها في الحتة الغامقة، يعني كل أنا شغال طبقات، طبقة أولى خفيفة بعدين ببدأ أعمل في أماكن معينة طبقات زيادة عشان تتقل اللون أو الرصاص اللي أنا بستخدمه. بعمل الحاجب طبعا. أي شخصيات عايزين نرسمها اكتبولي في الكومنتات. أهو بظلل زي ما انتوا شايفين، بظلل ناحية الجبهة والناحية التانية نفس الكلام. بعدين ببدأ أعمل ناحية الجفن، بنزل واحدة واحدة ناحية الأنف، أعمل حاجة بالفايف بي بمسح لو في حتة تقلت مني زيادة بمسحها وأعيدها تاني. أعمل الأنف بسيب مكان إضاءة شوية، الإضاءة الجامدة أوي بنسيب مكانها أبيض، لكن لو إضاءة خفيفة عادي بنعملها من الطبقة الأولى ولما ننتقل جنبها هيبان إن في إضاءة. بعدين بعمل ناحية الجلد جوه النضارة. طبعا انعكاس النضارة المفروض ما يبقاش زي الجلد العادي، النضارة بيبقى فيها كده هتلاقي فيه خط أبيض كده زي انعكاس ضوء كده، فبنحاول نجسده على قد ما نقدر. دلوقتي هنعمل جسم النضارة أو العدسة بتاعت النضارة أهو زي ما انتوا شايفين. نعمل العدسة التانية نفس الكلام، بيبقى من فوق أتقل من تحت عشان الطريقة اللي هو لابس بيها النضارة دي هيبقى اللي فوق أتقل من اللي تحت، يعني زي المنظور كده. بعدين بعمل طبقة أولى برضو زي ما انتوا شايفين، لوني بعمل في الوش كامل طبقة أولى بعدين بتقل في أماكن معينة وأماكن لأ. هي دي الطريقة أو التكنيك اللي احنا عملناه جديد. احنا كنا بنعمل أماكن الإضاءة بنسيبها بيضة خالص بعدين بنبدأ نسيح بصبعنا أو بالمنديل أو باللي احنا بنستخدمه يعني، لكن المرة دي قلنا نستخدم تكنيك تاني عشان نبقى بنعمل كذا تكنيك، واللي يحب اللي يحب يعني اللي يحب تكنيك معين يستخدمه.
مفيش تكنيك معين، كل واحد ليه تكنيك الخاص. دلوقتي بعمل أذن، بعدين هبدأ أعمل الشعر من تقيل لخفيف. طبعا هو الشعر مش أسود كده، بس هو عشان في منطقة ضل هنا فحط هنا زي اللون الأسود. بعمل الشعر، بعمل كل شعر واقف في اتجاهها، يعني لو شعر نازل على تحت بعمل خط ناحية تحت، لو جاي على جنب بعمله على جنب. برضو ده أنا بعمل طبقة أولى كده، ولسه همسح وتقل. هو يعني هنا في ظل عشان هيبقى مرفوع ناحية ناحية الشمال، هو بمسح في أماكن معينة زي ما انتوا شايفين. بعدين بعمل خصلة شعر، في خصلة شعر هتلاقوها طالعة من الشعر كده نازلة عند العين، بعملها برضو. أعمل شوية إضاءات، أتقل في الحتة دي شوية، بعدين ببدأ أزخرف العصابة دي زي ما هي موجودة في الشكل. طبعا اللي عايز يطبق ويبقى يبعتلي على الانستجرام، هتلاقوا في صندوق الوصف، هتلاقوا في صندوق الوصف في أول تعليق مثبت هتلاقوا لينكات الانستجرام والفيس، يبقوا ابعتولي لو حد طبق هناك وبرد عليه إن شاء الله. ولو حد عايز الصورة عشان يرسمها يبقى يجيلي. شايفين بفرغ ناحية الزخرفة، هي سهلة ما فيهاش حاجة صعبة أوي يعني، أو زي ما انتوا شايفين. بعدين بعمل الأذن التانية، أو بشوف مكان الإضاءة، بشوف مكان الظل عشان هي دي اللي بتدي الواقعية أكتر، الواقعية في ما تبين الظل والنور، غير طبعا الأوتلاين. وأنا قلت قبل كده إن الأوتلاين بيجي مع التدريب، في معلومات بسيطة جدا هي بس محتاجة تتعرف، لكن الأغلب بيعتمد على التدريب. بشوف مناطق الإضاءة والنور في الرقبة، بعدين بحدد اللبس، بحدده جامد شوية عشان يبان أكتر، بعدين بلونه تلوين بسيط كده، مش بدقق فيه أوي في تفاصيل اللبس. المهم عندي البوستري والتيشيرت هنلونه كده. احنا خلصنا الفيديو، قبل ما ننهي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانشروا الفيديو لكل اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.